السلام عليكم وأهلا بكم في قناتكم الجديد. ما زال يواصل النجم الجزائري إسماعيل بن نصر في حصد الإشادة والثناء من طرف النجوم والجماهير منذ بداية مشواره مع فريقه الإيطالي إي سي ميلان، فقد برهن في العديد من المباريات الصعبة بأنه لاعب من طينة الكبار، وكان له دور كبير في إعادة إي سي ميلان إلى الصدارة. ونتيجة لكل هذا قد أشاد باولو مالديني بالنجم الجزائري إسماعيل بن نصر، مؤكدا أن هذا الأخير لم يخيب ظنه أبدا. ولقد قال باولو مالديني في تصريحات صحفية: من الصعب أن أجد لاعبا تعاقدت معه خيب ظني. وأضاف قائلا: موهبة ليو موجودة ويمكنها التطور كثيرا. سالما يكرز أيضا يقدم في مستويات كبيرة. وتبع باولو مالديني كلامه قائلا: إسماعيل بن نصر لديه شخصية كبيرة داخل وخارج الميدان. يذكر بأن النجم الجزائري يعتبر أفضل تعاقدات إي سي ميلان في السنوات الأخيرة، أين نجح في إعادة الروح لخط وسط الروسونيري. نحن بانتظار تعليقاتكم حول هذا الموضوع، لا تبخلوا علينا بالاشتراك وتفعيل خاصية الجرس للتوصل بكل جديد لحظة بلحظة، والضغط على زر الإعجاب تشجيعا لنا فقط، لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.